هذا هو International Air and Space Museum بالعاصمة واشنطن دي سي. وهذا الجناح خاص بالطائرات القديمة. هذه الطائرة هي تشبه أو معرف هي نفسها يمكن الطائرة اللي استخدمها أخوين البرايت أول طائران لهم. لاحظوا أنه هي يعني partial destroyed. هذه المنطقة تحتوي طائرات قديمة من حقبة الحرب العالمية الثانية أو ما قبلها.